السلام عليكم كويدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير كيف العاده، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم كيما راكم تشوفوا البنات، صيفطت مصطفى سوق لازاري باش يجيب لي خضره. يا النار شاعله في الخضره من غير الزروديه، لقاها شويه رخيصه، القرني، الفول. المهم هادو هما الحوايج اللي لقاهم شويه مرفقين. بالنسبه للحوت، الحوت لقاها غالي، قال لي السردين كان داير شي 400 الكيلو، 300 والكلاب. تخيلوا البنات، الفرز لقاه رخيص على البصله والبطاطا، الفرز داير 160. واش غادي نقول لكم؟ الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير، الله يجعل ربي يشوفنا حالتنا، هادشي اللي نطلبوا. ومهم البنات، ما كثرش عليكم من الهضره، نخليكم مع الفيديو. Thank you.